مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما وعدنا عدد كبير من المغاربة أننا غادي نتبعوا الملف ديال شيماء. شيماء اللي المغاربة مجهود الله عز وجل والمجهود ديالهم قالوا لا ما غاديش تمشي للسجن. الخمس أيام تمكنات رفقة الأم ديالها أنه توفر على المبلغ، وهذا الدعم ديال الله عز وجل وجل المغاربة في المغرب وخارج المغرب. غادي نشوفوا آخر تطورات في القضية ديالها مع الأم. أختي ربطي بيا الاتصال، مشيتوا للمحكمة، سددتوا المبلغ، كيفاش دازت المراحل؟ السلام عليكم. المهم حاولنا أننا بالسنة المساندة ديال جميع المغاربة من داخل الوطن ومن خارج الوطن، والشكر الجزيل لهم اللي الجميل ديالهم شنقول لك على راسي من الفوق. المهم شكرا لكم جزيلا كاملين واحد واحد اللي ساندوني سواء معنويا او ماديا، اللي رفعوا ليا من المعنويات ديالي، اللي حفزوني انني نوقف جانب الابنه ديالي باش تخرج من هذا المأزق. والغرض كله ان بنتي ما تدخلش للسجن مره اخرى، وهذا ان كان كيدل على شيء فانما يدل على ان الدنيا والحمد لله بقى بخير. هذا تبتوا لي الناس بجداره. المهم استوفينا المبلغ ديال الكفاله اللي هو 5 مليون، مشينا للمحكمه، دخلنا المصرف اننا حطينا في الصندوق المبلغ كامل، وخدينا التوصيل دينا للقضيه اللي هي كذلك الشكر الجزيل لها اللي خيرتها هي ما نساش، لانها عطاتني واحد الفرصه وقفت بجنبي بواحد الطريقه غير مباشره بان بنتي تبقى في حدانا في الحضن ديالي، وبالتالي ولدها في الحضن ديالها راه ماشي ساهله باش يديرها لي شي حد اخر. المهم المحامي وقف على الاجراءات، سلمنا التوصيل وعطاني نسخه منه الحمد لله، ونتمنوا الاجراءات ديال المحكمه تاخذ المجرى ديالها، والعداله تاخذ تحقق العداله في حق بنتي وفي حق هاد الناس. انا غادي نبقى معك من الكلام الاول، غادي نبدا معك من التواصل ديالك مع المغاربه. قلتي لي تفاعلوا معك ولا عندك صداقه مع مغاربه في المغرب وخارج المغرب، تكلمي لي على هذا الشق، هذا مهم. فهاد الناس اللي ما كتجمعني بهم لا علاقه اخويه ولا دمويه ولا نسوبيه ولا والو، يعني حبا لله في سبيل الله، يعني غير شافوا الفيديو، كاين اللي سمع صوتيك ساندوني، كاين اللي كيعيط لي صباح وعشيه والحمد لله، وكاين اللي توطد العلاقه ديالي معاهم. ونتمنىها تكون صداقه خير وصداقه اللي تدوم على المده اطول، ماشي غير حد هنا يوم، ماشي غير حد المصلحه او المساعده اللي ساعدوني، ولا بغينا تكون محبه لله واللي يدوم كما قلت مده طويله ان شاء الله. كيتصلوا بك بزاف وكيسولوك بزاف، تيقولوا لك كيفاش الوضع الصحي ديالها، وكيقول لك كيفاش نفسانيا هي، وكيقول لك واش قدرتوا تسدوا داك المبلغ، واش باقي محتاجين شي حاجه. الناس طيبين الحمد لله. المهم طيبه في طبع المغاربه، ولكني انا في هذه المشاكل اللي توضعنا فيها خلاتني بعض الاوقات كنستسلم ان ما بقاش الخير، ولكني هاد الناس وبدات في هاد المأزق هذا بينوا لنا ان الطيبه والاخوه والمساعده والتضامن باقي والحمد لله. يعني ما يمكنش لنا شي حاجه وصانا على الله سبحانه وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اللي طبعنا بها وتخلقنا بها انها غتمشي وكاك هباء منثورا، ما يمكنش. يعني كاينه والحمد لله، والناس باقي متواصلين، كاين اللي باقي يعرف باغي يعرف الجديد، كاين اللي باغي يعرف اش داروا، كاين اللي الحمد لله حتى واحد ما كيتستنى على الواحد. الفيديو السابق كنت عطيتك واحد السؤال وجاوبتيني عليه، ولكن عاود نطرحو عاوتاني باش الناس توضح عندهم الصوره اكثر. انتم مشيتوا المحكمه وسددتوا مبلغ ديال 5 مليون في اطار كفاله بقيمه المبلغ اعتقد. اشرحي لي هاد الامور، شنو المراحل الاخرى؟ يعني البنت غادي تدوز مازال عند قاضي التحقيق، بعد جلسه عاد بقينا امور اخرى اللي كتعلق بانه يسمعوا طلق الطرف الاخر. اعطيني هاد النقط اللي عارفه انت في الشق القانوني.
ملي سددتو المبلغ. المهم شيماء من بعد ما تقدمت عند الوكيل حل الملف ديالها على قضيه التحقيق، وهذه القضيه مشكوره يعني تعاطفت بزاف، ماشي العاطفه الانسانيه ولكن اللي هي داخله في طور العداله والقانون. يعني كل ما عرفتش واحد الخله في هذاك الملف ما يمكنش، لكن ما فاتوا القاضي اللي سابقه الله يجازيهم بخير، الابن ديالي انا داز عند قضيه التحقيق وخدات الاخوال ديالها، وكنظن انه باقي مازال غادي يدوزوا حيت الطرف الثاني في القضيه خاصو حتى هو يدوز عند قاضي التحقيق، ومن بعد غيتحالوا على الجلسات العاديه في المحكمه. المهم حنا وضعنا القضيه، كانت قالت لينا خرجت لينا الغرامه باش بنتي ما تدخلش السجن، غرامه بقيمه مبلغ الشيك اللي هو 5 مليون، والحمد لله بمسانده الجميع جزاهم الله خيرا قدرنا اننا نكملوا المبلغ ونسلموه للصندوق، والحمد لله بنتي اللهم لك الحمد. وهذا ماشي بالفضل، بالعكس بالفضل الناس اللي ساندوها، ما نكون بقيت ما نكتبش ما كنتش غادي نقدر نلحق سبحانه وتعالى وسيدي مولاي، والحمد لله خويا يوسف اللهم لك. يعني انت دابا ككلمه اخيره مبدئيا جد مطمئنه الحمد لله في الله عز وجل من غير الابنه ديالك؟ والحمد لله ما حد الابنه ديالي باقا قدامي نفيق الصباح نشوفها بنهار مطمئن عليها، دخلت وخرجت كنشوفها وكنشوف الفرحه في عينين ولدها انه باقي مع امه، هذا في حد ذاته خير وبركه والحمد لله. وهذا الكلام الاخير اللي قلتي لي هو مني غادي ننطلق عند الابنه. مشاهدينا الكرام، مجهود المغاربه الله عز وجل الله يقبل اجرهم، دخلوا الفرحه والسرور لهذه العائله باش هذه الابنه تبقى في الاحضان ديال الام ديالها والاب ديالها والعائله ديالها. السؤال الجوهري في الموضوع واللي تاثروا فيه المغاربه بشكل كبير في الفيديو الاول في الوقت اللي اعطيت الميكرو عطيته للابنه اللي هي موضوع النقاش اللي هي شيماء وتكلمات كأم الابن ديالها، نفس السؤال غادي نمشي لعندها. اطمئنيتي حاليا انت ماشي في السجن رفقة الام ديالك، الدعم ديال الله عز وجل ودعم المغاربه بقوه، وصلتوا المبلغ سددتوه في المحكمه، الاحساس ديالك وكيفاش كتشوفي هذا المجهود المغاربه، وكذلك انك حاليا في الاحضان ديال الام والابن ديالك في الاحضان ديالك، رايك؟ السلام عليكم. انا كنبغي نشكر جميع المغاربه اللي خارج المغرب وداخل المغرب حيت فرحوني بزاف، حيت انا كنت مياسه من هذا الموضوع وقلت من السابع المستحيل انني يعني نجمع هذاك المبلغ، ولكن الحمد لله بفضل الناس والثقه ديالهم اللي وضعوا فينا قدرنا نجمعوه وقدرنا نسدوه، وكنشكرهم بزاف بزاف حيت خلاوني في وسط عائلتي وولدي في حضن ديالي اللي كنت كنقول بانني غنتحرم منه عاوتاني شهور، يعني ما عرفتش واش شهور ولا اعوام ما كنتش عارفه. المهم كنشكر اي واحد وضع الثقه ديالو فيا وعاونني، سواء بالقليل سواء بالكثير سواء بالدعاء سواء كيذكرني في الصلاه ديالو. كنشكر جميع المغاربه وكنشكر كاع اللي ساعدني بزاف بزاف. ما عرفتش شنو غنقول لهم، واخا ما عرفتش شنو غادي ندير، يعني ما نقدرش نسدد الدين ديالهم عليا على راسي من الفوق. غنبقى ديما نتفكرهم في صلاتي مجالسه مع ولدي كنشوفو، غنبقى نتفكر بان راه الناس اللي وقفوا معايا باش انني بقيت معاه وباش انني كنشوفو كل نهار بحال هكا. انا غنطلب منك طلب واحد تيتعلق بواحد السيد من المحسنين اللي يقدر يوصل للهاتف ديالي، ساعدكم لي سبان وهو مقبل على عمليه، وتيطلب الدعاء ديال الله عز وجل، تيطلب انكم تدعوا معاه بالشفاء نتوما والمغاربه كذلك. غادي نختم معك انت بانك تطلبي لي الشفاء وساعدي في الدعاء وساعدكم. انا ما عنديش به صله، هو ربط الاتصال جاب النمره ديالي واتصل بيا وقال لي انا راه ساعدتك الناس تنطلب حاجه واحد الا جات على خاطركم مقبله على عمليه دعيو معايا. قلت له مرحبا دعيو مع السيد اللي توا من بين الناس اللي تبارك الله عدد كبير اللي تضامنوا معك. تنتمنى من الله يشافيه يا ربي ويخلي ليه صحيح شو ولا ليه ضرو، كنتمنى يخرج ان شاء الله احسن من الاول من المستشفى ويرد ترجع ليه صح شو حسن كشر من الاول، وان شاء الله يرجع لدارو بصحه جيده ان شاء الله. اختي الله يسر ليك، والحمد لله الابن ديالك في الاحضان ديالك وانت في الاحضان ديال والديك، نفس النداء اللي طلبوا مني هذا السيد هذا اللي هو مسكين مقبل على العمليه
انا ما عنديش به صله. وصل لي هذا النداء حسين بلغو ندعو معاه لانه ساهم حتى هو وساعد، وندعو مع جول المغاربه الله يفرج على الجميع يا رب. المهم انا شخصيا كنتمنى ليه الشفاء العاجل، نتمنى ربي لي حشمه مع الاطباء وان الامور تدوز بسلام ويقوم بخير وعلى خير. واحسن دعاء هو اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والحمد لله ربي كبير وانا والله ما ننسى في اي دعاء ان شاء الله. اللهم ماشي غير هو، بزاف الناس اللي كتقول لك دعي لي غير مع والدي، انا ما بغيت والو تعني مع والدك. كاين اللي كيقول لك ولدي مريض ولا هذا، الله يشافي كل واحد والله يعافيه والله ينزل العفو على كل واحد ان شاء الله. اختي الله يستر لكم يا ربي. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، انما الاعمال بالنيات، انما لكل امرئ ما نوى. الفرح والسرور يعم في العائله. شيماء بعد خمس ايام هي بين الاحضان ديال العائله ديالها، مجهود الله ومجهود المغاربه في المغرب وخارج المغرب، ذكورا واناث، كل من ساهم في هذه العائله اجره محسوم عند الله عز وجل. تقدرات وتمكنات كما قلت في السابق بالدعم ديال الله عز وجل المغاربة، انه سدت المبلغ في المحكمه، وهناك مسطره بطبيعه الحال اللي غادي تتبعها القضاء. وفي خضم الموضوع الشكر جزيل كذلك النيابة العامة وقاضية التحقيق اللي شافت الملف وبطبيعة الحال خداته في عمق القانون، لأنه يبقى الضمير المهني شيء مهم، وكذلك القناعة الشخصية للقاضي اللي تيخولها ليه القانون عطاه واحد المهلة وتبتات حسن النية ديالها بالدعم للمغاربة تسدد المبلغ. وهي حاليا الابنة المعنية في الموضوع بين أحضان والديها، وكذلك الابن فريدة الكبد اللي عندها اللي هو ولدها بين أحضان الأم ديالو. مشاهدينا الكرام، يعجز اللسان على الكلام، مدة قصيرة تجمع المبلغ، ماشي مبلغ سهل، 5 مليون، عمت الفرح والسرور في هذه العائلة. الشكر الجزيل صراحة لكل من ساهم. تعليق المواطن، شكرا لكم.